السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أحد محاولاتنا في هذا الموسم لطرح الصقور أو الشواهين بالنقل. هنا قد أمسكنا صقر العوسق، وهو نوع من الصقور الصغيرة التي تستعمل في النقل، وسترون معنا كل المغامرة التي قمنا بها في ذلك اليوم. مشاهدة ممتعة. عاوز الطار، عاوز الطار. هذه مثلوثة، هذه تبعوا 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 ردبك يغدل، ردبك يغدل ابو جراد. هاني قلت لك مش موال هذا، مش موال. يا ربي يا ربي يا ربي. سكت التاكسي، سكت سكت. تبع لي النقل عشان يغدل. قاعد يضرب في شو اسمه، مش يضرب في النقل، دير له فيديو. فرين، دير الفرين. ما دير طوله، طير راح تضبطها وراي. وهذا كل شيء اللي طاير، هذاك الطير تعال طلع. كيف على بالك عاد دخلت تحت شجرة؟ طار نقل، تبع لي النقل، تبع لي. ايه اوف، هبط هبطني الاخ. زوج ديرا فرخ هذيك ولا فيا؟ لا لا، هذيك حداي. اطلع طير البط، طار نقل. طار طار نقل. ايه طار نقل. طحت حداي للأسف. بعد محاولات عديدة لم نتوفق، لذلك قمنا بإطلاق العوسق الذي استعملناه في النقل ليعود للبرية للتكاثر. سنتوفق في يوم آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.